رمضان في رمضان اللي بغيت رمضان اللي بغيت رمضان كيف خرج عيش بتصدع ويت رمضان على هذاك ديما هذاك ولا باقين هاد الناس لا باقين باقين ولفوا هذاك كيفاش كنعالجوا هاد القضيه هذه نعالجوا الكشماط الكشماط شماط 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 زعما يا العصا 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 والداخل ديال الدقاق يلا الله يسالك امين برك عواد السلام عليكم السلام على الطرمدينه رمضان اللي بغيت رمضان رمضان زوين العام زوين ياك دايز مزيان مخير الحمد لله كلشي زوين كدوزي تنهارك اليوم الحمد لله مزيان 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 تقديتي شويه الغلا قلتي شويه الغلا ما كاينه الغلا ماطيش شحال لقيتيها ماطيش غالي شويه بطاطا ومن غالي غالي 240 كاين 260 البصله شحال خديتيها البصله المكركبه هذيك القديمه 15 لا عاديه عادي كركبه هذيك 300 ريال 300 والاخرى 120 100 ريال اييه هادشي اللي كاين جلبانه كاينه 160 كاين 160 الفرنك كتشوف تقدر اللحم حتى هو غالي اللحم اش غادي نقول الله يكون في العون وصافي هو بنادم واحد القضيه كل واحد بنادم ميبقاش ديك القضيه ديال الهزل ما نوضوش الله تبغيتي تقول يتقدى داكشي اللي بحال ديال اليوم ولكن راه ملي كتقدى قليل راه كيتقام عليك غالي لكن لا مهم ملي تولي شاري 5 كيلو لسا وهادي 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 اللهم بنادم يدير داكشي على قد الحال على قد الحال هاد البطاطا غاليين نديرو منها واحد شويه كاين الروز كاين هنا 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 بنادم يتمشى مع الوقت ماشي بالضروره الحريره نمشي الحريره كل شويه كل شويه هكا حنا الحريره كنديروها شي ثلاث خطرات في رمضان ثلاثه في رمضان ويلي والله باش كتكملوا بالحسوه لا لا كاين شي حوايج اخرين اعطينا السر اعطينا المغاربه السر ادري كيديروا الدجاج كيديروا الحوت كيديروا الروز هذا الروز ثلاثه مرات الحريره في الشهر والله العظيم تقريبا 3 ايام كيديروها الثلاجه خاصها ندير 3 ايام تقريبا ديالها تبارك الله عليك شكرا الله يحفظك بارك الله عندك مشكلة عندك شكاية أو عندك أي موضوع بغيتي تطرحو علينا أو أي خبر بغيتي تقولو لنا اتصل بنا على 0 0 1 42 94 00